تكابد فيه ليبيا تحسبا للانتشار المتوقع لفيروس كورونا، تواصل أنقرة تنفيذ خططها على أراضيها. فحكومة أردوغان مستمرة في رفض الميليشيات المنضوية تحت مظلة حكومة الوفاق بالمرتزقة السوريين. نحن الآن زائدون إلى ليبيا. هذا ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد بأن 9 من المسلحين السوريين قتلوا خلال العمليات العسكرية الدائرة على محاور في ليبيا، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة بلغت 199 مقاتلا، فيما وصلت أعداد المجندين الذين دخلوا الأراضي الليبية حتى الآن نحو 5300، حيث وصلت دفعة جديدة تضم عشرات المقاتلين إلى هناك، في حين بلغ عدد المجندين الذين يخضعون للتدريب في المعسكرات التركية نحو 2100 مقاتل. أرقام تشير إلى أن أنقرة مستمرة في نهجها في تأجيج المعارك بين الفصائل الليبية، متجاهلة المطالبات الأممية والدولية بوقف التدخل في الشأن الداخلي للبلد الممزق. في الأثناء تشتعل المعارك بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق على محاور صلاح الدين جنوب العاصمة ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة إلى معارك تدور رحاها في مصراتة ومناطق أخرى. وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري حذر في وقت سابق من استغلال تركيا لانشغال المجتمع الدولي والداخل الليبي في مواجهة فيروس كورونا لتنفيذ مخططاتها على الأراضي الليبية. إلين يوسف، الحدث.